اكيد ماتش صعب يعني، ماتش هيبقى صعب مش سهل، وخصوصا الماتش الذهاب عندهم، وكمان اللعيبه مش هتبقى واخده على ان هي فاكره طبعا ان هي هتخلص الماتش وترجع، موضوع ان هم يقعدوا ده هيفرق معاهم، بس خير ان شاء الله، واحنا عندنا ثقه في الاهلي يعني في لعيبته ان شاء الله. يعني بشكر اللعيبه على مجهودهم وعلى الفوز العظيم دوت، وبقول لهم يركزوا الماتش الجاي، فرقه النجم فرقه كويسه، ومهاجم بتاعها طبعا احنا عارفينه مهاجم كويس تمام عمرو مرعي، نركز يعني ان شاء الله وهنكسب باذن الله. ان شاء الله الفرقه كلها رجاله، وهنعدي النجم الساحلي وان شاء الله نكسب في النهايه وناخد البطوله ان شاء الله. احنا رجاله، احنا النادي الاهلي، احنا بنلعب على البطوله دايما، وطبعا لعيبه كبار، لعيبه دوليه، فهم طبعا عارفين حجم البطوله اللي هم بيلعبوها، وان شاء الله البطوله للنادي الاهلي. ان شاء الله لعيبه الاهلي رجاله، وهي قد البطوله اللي بتلعبها وعارف حجم البطوله، وان شاء الله نعدي النجم الساحلي ونوصل للنهائي وناخد البطوله ان شاء الله. توفيق ان شاء الله، وان شاء الله يرجعوا لنا ببطوله افريقيا، وهم لعيبه رجاله واحنا واثقين فيهم ان شاء الله. ان شاء الله تقدروا تكسبوا بالتوفيق، وانتوا لعيبه رجاله، وان شاء الله ترجعوا لنا ببطوله افريقيا. ان شاء الله لعيبه كلهم رجاله وهنكسب ان شاء الله. ربنا معاهم في الماتش، وكان عاملوا ماتش قبل نجم الساحلي الترجي هايل، والجون اللي دخل فيهم ده اداهم حماس اللي هم يجيبوا هدفين بسرعه. طبعا لعيبه النادي الاهلي لعيبه رجاله، ولعبوا الماتش باداء هايل، وطبعا كان المفروض ان هم يكسبوا وما كسبوا برضك، الجون اللي دخل فيهم ده اداهم حماس، ولعيبه الاهلي كلها كانت رجاله برضك في الماتش. ان شاء الله نكسب، وزي ما كسبنا ضد الترجي، ونعرف اللعيبه رجاله، وهنكسب الماتش وبطولة أفريقيا إن شاء الله.